مجموعات حقوقية سورية تقترح إنشاء محكمة خاصة بالكيماوي بهدف محاسبة سلطة الأسد. ضمن مساعيها لتدعيم تغلغلها في سوريا، إيران تعزز وجودها الاقتصادي وتستعد لافتتاح بنك لها. صحيفة روسية تقول إن عدم مشاركة بشار الأسد بمؤتمر المناخ في الإمارات مرتبط بمذكرة الاعتقال الفرنسية بحقه. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قدمت 10 مجموعات سورية مقترحا لإنشاء محكمة دولية خاصة بالكيماوي وفق المعاهدات الدولية بهدف محاسبة سلطة الأسد ووضع حد لأي انتهاك مشابه حول العالم. التقرير والتفاصيل. في ثنايا القوانين الدولية وبين أروقة محاكم العالم، تبحث المنظمات السورية عن العدالة لضحايا الكيماوي في سوريا بعد أن طال الزمن دون محاسبة الجناة. وكالة رويترز قالت إن 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تقود جهوداً لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية يمكنها محاكمة سلطة الأسد على الهجمات بالأسلحة الكيميائية. المنظمات السورية قالت إن استخدام تلك الأسلحة من قبل سلطة الأسد سبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وأن عدم محاسبة سلطة الأسد عليها قد يفتح باباً لاستخدامها في مناطق أخرى من العالم أو حتى من سلطة الأسد ذاتها، لا سيما أنها لا تزال تحتفظ بمخزون من تلك الأسلحة. وكالة رويترز قالت إنها اطلعت على وثائق تظهر عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات للخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية. يأتي التحرك بالتزامن مع تصويت 29 دولة على رأسها روسيا ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت تسعى إلى إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لدى سلطة الأسد وتدمير مرافق إنتاجها واستحداثها وتخزينها وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إلا أنها أوقفت بمساعي تلك الدول التي تدعم سلطة الأسد في جرائمها بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. لم يعد للسوريين سبيل سوى شق طريق الحرية المفقودة إذن. هذا ما يقوله حال منظماتهم التي تحشد ما تستطيع لمحاسبة سلطة الأسد على جريمة رآها العالم وامتلك أدلتها، لكنه لم يستطع حتى الآن محاسبة مرتكبيها. ينضم إلينا السيد نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية يحدثنا من بروكسل. مرحبا بك معنا سيد نضال. هل تتوقعون استجابة دولية فعلية لهذه المبادرة؟ حياتي لك أستاذ ولك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هذه المبادرة يعني كانت من بداية العام الجاري، يعني عندما صدرت تقارير متكررة من فريق التحقيق وتحديد الهوية وأشارت إلى مسؤولية النظام السوري بهجمات كيميائية على مدينة اللطامنة وبغاز السالين عام 2017 وعلى مدينة سراقة بواسطة قوات النمر المدعومة من روسيا بغاز الكلور على مدينة سراقة بعام 2016. وبالتالي هذه النتائج التي صدرت وقد رحيلت إلى دول الأطراف كان في رسائل أو مقترحات قد قمنا بتقديمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبعض الدول الداعمة لقرارات فريق التحقيق وتحديد الهوية، بالإشارة إلى أنه هناك دعاوى أكثر من 14 هجمة كيميائية على النظام السوري، لكن لا يوجد هناك كيان قضائي يحتضن هذه الدعوة. النظام السوري ليس عضو في محكمة. يعني هنا السؤال سيد نضال،
يوجد أدلة ويوجد عدة دعاوى ونشاطات أيضا تتعلق بذلك، لكن استجابة الدول، يعني هنا السؤال تحديدا، هل تتوقعون أن تستجيب الدول لهذه المبادرة بالتحديد إنشاء المحكمة؟ إنشاء المحكمة هو واجب على هذه الدول. اليوم هذه الدول لديها التزامات مع التزامات دولية مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونحن نتحدث عن أغلب دول العالم. هذه الدول عندما تواجه بشكل مستمر نفس التقارير، نفس النتائج، نفس الأشخاص المدانين، نفس تقريبا نفس سلسلة الأوامر، يعني عم تنحط بين طرف وطرف لكن هن نفس الجهة. فاليوم الدول الأطراف ما فيها تظل واقفة صامتة أمام هذه الجرائم. إيجاد كيان قضائي يضمن محاكمة المتورطين هو أيضا تفسير أنه هل هناك، يعني يا سيد نضال لو توضح لنا، هل هناك في بنود الدولية القوانين الدولية بما يتعلق بالجرائم الكيماوية إنشاء محكمة، هذا البند موجود أم أنه مقترح؟ هو مقترح بين الدول لكن تمت الموافقة عليه. المشكلة أيضا أين الدولة، من هي الدولة التي ستحتضن هذا الكيان القضائي؟ كيف سيتم تمويله؟ كيف الصلاحيات اللي حيقدر يحصل عليها؟ كيف حيكون عنده تواصل مع الانتربول الدولي لتنفيذ أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول متورط بهذه؟ هنا السؤال أيضا الأخير لو سمحت لي بعجالة سيد نضال، ما أهمية تضافر جهود المنظمات السورية تحقيق هذه الرؤية وحلحلة العقبات التي ربما تواجهها؟ في الواقع أنا كثير يعني سعيد بأنه في تضافر قوي تجاه بالدفع تجاه قضايا الأسلحة الكيميائية. يعني نحن كمؤسسة مختصة بهذا الشأن اشتغلنا فعليا 64 مشروع مع منظمة حظر الأسلحة، في منها مشاريع لم تؤكد إيجاد الأدلة الكافية لأنه مسرح الجريمة تم مسحه بالكامل. حوادث حلب، البراميل كلها تم تدميرها اللي ضربوها استخدموا خلالها غاز كلور. في أيضا حوادث أخرى. اليوم إحنا عم نواجه حوادث تم توثيقها، تم إثبات أسماء الأشخاص. أنا كنت بس الشهر في محكمة الفرنسية للإدلاء بشهادة على حادثة الغوطة الشرقية. هناك كم هائل من الأدلة. أيضا أود أن أضيف إذا تسمح لي بعجالة، في دعوة أيضا مقامة من دولة كندا ودولة هولندا في محكمة الجنايات الدولية ضد النظام السوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، اختفاء قسري، عنف جنسي، عنف ضد الأطفال. أشكر. أيضا التعذيب في السجون. في دعاوى أخرى مرفوعة ضد النظام السوري، وأعتقد بأنه يعني هناك سنشهد أيضا مذكرات توقيف أخرى. أشكرك السيد نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية، حدثنا من بروكسل. قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفير إن روسيا تدعو لاحترام القانون الدولي الإنساني في غزة، لكنها تواصل الدوس عليه في إدلب وفق وصفه. وقال دي ريفير خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا إن سلطة الأسد وحلفائها يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد السوريين، مشيرا إلى هجمات قوات الأسد وروسيا على إدلب خلال شهر تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وأثرت على البنية التحتية الأساسية. وأشار السفير الفرنسي إلى أهمية مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا ودعم بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي بيدرسون لتحقيق هذه الغاية. قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن بلاده بصدد إنشاء أول بنك تجاري إيراني في سوريا، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ومجالات أخرى. المزيد في التقرير التالي. تواصل إيران ترسيخ وجودها في سوريا بعد تحكمها بكثير من مفاصل سلطة الأسد وسيطرتها العسكرية المطلقة على كثير من المناطق على الأراضي السورية، وربط سوريا بسلسلة من الاتفاقات السياسية والعسكرية الاقتصادية والتجارية.
محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قال خلال لقائه نظيره في حكومة الأسد محمد هزيم إن أول بنك إيراني سيبدأ عمله قريبا في سوريا وفق وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا، مشيرا إلى أن بلاده تهتم بتعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة مع سلطة الأسد. وأضاف رضا أن بلاده تسعى لمزيد من ربط العلاقات التجارية والاقتصادية مع سلطة الأسد وتطوير هذه العلاقات بما يحقق سهولة إجراء العمليات الاقتصادية وتقارب التجار بينهما وفق وكالة الأنباء الإيرانية، فيما رأى اقتصاديون أن مخاطر كثيرة تترتب على هذه الخطوات تهدد حاضر ومستقبل الاقتصاد السوري. نشاهد البنك الإيراني بسوريا هو رسالة إلى العالم أن الوجود الإيراني لم يعد يقتصر على العسكر، وإنما تحول إلى اقتصادي تجاري بعيد الأمد. وبالتالي كما أنه يعتبر قرار من النظام السوري بأن إيران باتت شريك بإعادة أعمار سوريا، وهذا الأمر للحقيقة أمر خطير، كما أنها باتت شريكة أيضا حتى برسم السياسات المالية والنقدية للنظام السوري، على اعتبار أن البنك التجاري لن يقف عند بنك واحد، سوف يكون له فروع، سوف يكون له شراكات أخرى مع بنوك التي تعاني من أوضاع مالية ليست جيدة، كما أن عمليات التحويل من وإلى سوريا لن يكون هناك رقيب عليها. وبالتالي هذا الأمر يؤسس إلى وجود دولة إيرانية داخل الدولة السورية. من جانبه قال رئيس حكومة الأسد حسين عرنوس أثناء لقائه محافظ البنك المركزي الإيراني إن الأولوية في المبادلات التجارية بين إيران وسلطة الأسد هو استخدام العملات المحلية، مشيرا إلى ضرورة التعاون المشترك بين إيران وحكومة الأسد في مختلف المجالات وفق صحيفة الوطن الموالية. وسبق لإيران أن ربطت بعض الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة الأسد بأخرى إيرانية، كما أنشأت مشغل الاتصالات وفاك مخدم ثالث للاتصالات في سوريا، ناهيك عن شراء العقارات والأراضي الزراعية، أعمال نفذتها طهران بشكل مباشر أو عن طريق شخصيات سورية تتبع لها. حيت السفارة الأمريكية في سوريا الجهود التي تبذلها النساء السوريات التي يحاربن التمييز والعنف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان. وخصت السفارة في منشور على منصة إكس الناشطة لبنى القنوات بهذه المناسبة، والتي سلطت شهادتها الأخيرة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل سلطة الأسد. وأشارت السفارة إلى أن لبنى وثقت الانتهاكات منذ الأيام الأولى للثورة السورية ودعت لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. تمكن مشفى لامانوس في عفرين من تأمين جهاز للرنين المغناطيسي، ويعتبر هذا الجهاز الأول في منطقة عفرين، ما سيخفف عن الأهالي من أعباء السفر وتكاليف المعاينة الخاصة، حيث سيقدم الخدمة بشكل مجاني. طبعا نحن الآن في مدينة عفرين، منذ قليل دخل إلى مشفى الأمانوس الذي نتواجد نحن فيه الآن في عفرين جهاز للرنين المغناطيسي، وهو يعد الجهاز الأول في منطقة عفرين. لمعلومات أكثر نلتقي مع أحد أطباء المشفى. الله يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمنطقة عفرين، هي مدينة كبيرة وتتبع إلى عدد كبير من القرى، حوالي 360 قرية، فهي قطاع يعني سكاني كثير بحاجة لتخديم. جهاز الرنين المغناطيسي بيفيد كاستقصاء لتصوير العمود الفقري، لتصوير الرأس، للآفات الدماغية الدقيقة. تشخيص الديسك عادة بيكون التشخيص الأكيد هو عن طريق الرنين. الحقيقة هو جهاز للمنطقة كثير حيوي ومهم، وللأسف من زمان يعني ما كانت فكرة إدخالك جهاز واردة. الحمد لله رب العالمين، بجهود من منظمة الأطباء المستقلين تم إدخال هذا الجهاز لمشفى الأمانوس بعفرين.
شو ممكن يخفف على الأهالي وجود مثل هيك جهاز؟ الحقيقة موضوع الكلفة الاقتصادية الباهظة اللي هي بين 100 ل 200 دولار كلفة الصورة حسب إذا كانت بحقن أو بدون حقن حسب المنطقة اللي عم تتصور كمان. وللأسف كمان التصوير ما أنه موجود في المنطقة، يعني حتى المريض عم يضطر يسافر لأماكن بعيدة لإدلب للراعي لجرابلس لمنطقة عزاز لحتى يحسن يصور أحيانا هيك تصوير. فالحمد لله رب العالمين هذا رح يكون إن شاء الله تخفيف عبء اقتصادي وتخديم طبي جيد. وبنفس الوقت هنا عدد الأطباء بعفرين يعني عدد كبير، ويعني لذلك يعني الاستقصاءات اللي ممكن تطلب منهم يعني بحاجة لوجود هيك جهاز. الله يعطيك العافية. طبعا من الجدير بالذكر بأن الخدمة الطبية سيتم تقديمها بشكل مجاني من خلال هذا الجهاز، وبطبيعة الحال في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه الأهالي في الشمال السوري باتوا يجدون صعوبة في تأمين تكاليف العلاج، ووجود مثل هذا الجهاز من شأنه أن يخفف كثيرا عن الأهالي من تكاليف هذا العلاج. وصيل أحمد حلب اليوم عفرين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وسط غياب منظمة الواهو المعنية بتنسيب الخيول، أكثر من 700 خيل أصيل مهدد بضياع نسبه شمال غرب سوريا. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أشارت صحيفة نيبينيزيا الروسية إلى أن عدم مشاركة بشار الأسد في المؤتمر الدولي للمناخ المقرر عقده في الإمارات يرتبط بمذكرة اعتقال بحقه أصدرها القضاء الفرنسي خلال تشرين الثاني الجاري. وأضافت الصحيفة الروسية إن وفد سلطة الأسد إلى المؤتمر سيترأسه رئيس الوزراء التابع لحكومة الأسد حسين عرنوس. وكان التحالف الأمريكي لأجل سوريا أصدر بيان طلب فيه فرنسا بتقديم طلب للإمارات لتسليم بشار الأسد أثناء حضوره قمة الأمم المتحدة للمناخ. واعتبر التحالف الأمريكي حضور الأسد للقمة فرصة يجب استغلالها لاعتقاله ومحاسبته بما يتوافق مع الجهود الدولية الرامية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في سوريا، وخاصة بعد صدور مذكرة الاعتقال الفرنسية بحق بشار. اختتم مشروع تمكين المجتمع للاستعداد للاستجابة للكوارث أعماله في مدينة عزاز خلال مؤتمر ختامي شاركت فيه 25 مؤسسة، وذلك بعد شهرين من الجلسات والتدريبات شملت 3 مناطق شمال سوريا. لتشكيل شبكة مجتمعية أفقية بعد شهرين من العمل على مسودة مشروع تمكين المجتمع للاستعداد للاستجابة للكوارث، والتي ضمت 15 تدريبا و10 جلسات حوارية توزعت على مناطق عزاز وعفرين والباب، عقد اليوم المؤتمر الختامي للمشروع على مدرج جامعة حلب في المناطق المحررة. طبعا اليوم نحن ختمنا المؤتمر اللي كان أهم مخرجاته توقيع أكثر من 25 جهة ميثاق التكامل مع المجلس الأعلى. راح يكون هذا التوقيع تطبيق الإطار اللي هو كان عبارة عن 7 خطوات. راح ننطلق بداية من توزيع الأدوار بالمعنيين الرئيسيين. من هذا المؤتمر سيكون استراتيجية عملنا في المرحلة القادمة هو بناء مع كل مكونات المجتمع من منظمات ومن مؤسسات حكومية ومن وحدات مختصة للتصدي للكوارث والعمل على خطط استعداد واستجابة للكوارث إن شاء الله تعالى. أطلق المشروع المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ في الحكومة السورية المؤقتة بالتشارك مع منظمة مضمار ومؤسستي آيدا وقيام، إضافة لنقابة المهندسين السوريين الأحرار فرع حلب ونقابة مقاولي حلب. استهدف المشروع 85 شخصا تم تدريبهم على العمل والتخطيط للاستجابة للكوارث وآليات المشاركة المجتمعية والمناصرة. نحن بفضل الله عز وجل كنا مع أهلنا في كارثة الزلزال عبر 3 مراحل. المرحلة الأولى والثانية قمنا بتوزيع مبالغ مالية على متضررين خاصة العاملين في القطاع الديني والتعليمي. في المرحلة الثالثة انطلقنا إلى تفعيل الكوادر وتفعيل أصحاب الهمم في المجتمع. نحن أخذنا كذا تدريب عن إدارة الكوارث والطوارئ. شبكة ساند هي مشان إذا صار أي كارثة أو أي طارئ نحن نقوم بالواجب. دور المرأة كان بشكل عام هو الدعم النفسي اللي فيها تقدمه، أو كان في احتياجات نسائية هي ما خرج غير امرأة واحدة تكون فيه مثلاً.
قناة حلب اليوم شاركت في جلسات النقاش ووقعت على الميثاق، حيث سيكون لها دور في الاستعداد والتخطيط لإدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني من خلال تعزيز الوعي العام والمشاركة في حملات التوعية الإعلامية والتفاعل مع المتابعين والتغطية الشاملة، إضافة إلى تقديم المعلومة أثناء الكوارث. يؤكد القائمون على هذا المؤتمر أن هدفهم رفع سوية الاستجابة وتمكين المجتمع لأي كارثة قد تحصل، سعيا منهم لاحتوائها والتقليل من مخاطرها. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. نبهت الأمم المتحدة من خطر نقص مساعدات الشتاء عن نحو 6 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، كما حذرت من استمرار العنف الذي قد ينعكس سلبا على أوضاع مواطني الداخل. وأفادت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسرونو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء مع افتقارهم للتدفئة المناسبة. وأضافت وسرونو أن الأمم المتحدة تواجه عجزا مقلقا بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، منوهة إلى أن نقص الموارد يؤثر على القدرة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2 مليون امرأة. تنتظر عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في حين تطالب المنظمات الأممية بزيادة دخول المساعدات إلى القطاع بعد نزوح أكثر من 80% من السكان جراء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة. التقرير والتفاصيل. لليوم السابع على التوالي تتجه الأنظار نحو هدنة غزة التي تكللت بمساعي بعض الدول العربية والإسلامية بعد نحو 48 يوما من الحصار والغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت معظم مباني القطاع ونزح على إثرها 80% من السكان وفق الأمين العام للأمم المتحدة. برفقة موظفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والوكالات الأممية، شاحنات المساعدات محملة بمواد الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة وبأعدادها القليلة بدأت الدخول إلى قطاع غزة المحاصر منذ يوم الجمعة الماضي عبر معبر رفح المصري، والذي يعد ممر حياة للسكان في القطاع. ومع ذلك فإن الإمدادات الطبية تظل معرضة لنقص حاد، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي في المنطقة. حوالي 200 شاحنة سيتم إدخالها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يستلم المساعدات من معبر رفح. وأحب أن أؤكد بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني المتواجدة في مخيم جباليا ومحافظة الشمال لا يزالون يقدمون خدمات الإسعاف الأولي وخدمات الطبية في ظل انعدام وتوقف للمنظومة الصحية والمشافي في شمال قطاع غزة. ما لا يقل عن 1,800,000 شخص نزحوا داخل قطاع غزة وفق الأمم المتحدة، الأمر الذي شكل ضغطا على مراكز الإيواء عدا عن تدهور الصرف الصحي في القطاع نتيجة الضربات التي استهدفت البنية التحتية وزيادة كبيرة في الأمراض المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد، حسب ما ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. حراك دبلوماسي مكثف ينجح بتمديد الهدنة لأيام قليلة وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الإنسانية في وقت يعاني فيه الفلسطينيون المحاصرون من أبسط مقومات الحياة، على أمل بحل يفضي لعودة الحياة إلى قطاع غزة. يعاني مربو الخيول في شمال غرب سوريا من مشاكل ومصاعب عديدة، منها نقص الرعاية الصحية للخيل وعدم تنسيب المولود منها، حيث أن منظمة ألواه الدولية المعنية بتنسيب الخيول
لم تزر إدلب منذ عام 2011. أي طبعا خطف الواو عندك. يبلغ عدد الخيول في الشمال السوري بحسب الرابطة السورية للخيل العربي الأصيل 900 رأس من الخيل، أكثر من نصفها لم تسجل في منظمة الواو العالمية، وهي منظمة تعنى بتسجيل ولادات الخيول وحفظ أنسابها، والتي لم تزور الشمال السوري منذ بداية الحرب، ما زاد من نسبة الخيول التي أصبح من الصعب تنسيبها بسبب فقد الآباء أو الأمهات المنسبة لهذه الخيول. ومن 2011 لحد الآن لم تأتي منظمة الواو أو تبعث أي وفد من أو لجان من منظمة الواو إلى الشمال السوري، ومو بس الشمال السوري، في كل سوريا صار في تقصير من مكتب الواو التي تعد منظمة مدنية غير حكومية، وهذا تحت سيطرة مكتب دمشق وكان دور سلبي، وهذا العمل وهذا التقصير كان له كمان سلبيات على الخيط، بأول شيء ضياعه وضياع انسابه، وهذا كمان راح يأثر على اسعاره. منظمات دولية اخرى كانت سابقا تعنى بتقديم اللقاحات اللازمة لهذه الخيول غابت ايضا اليوم عن شمال غرب سوريا، فاصبح الدواء المقدم لها دون رقابة دولية وسط غياب تام لمراكز الرعاية الخاصة بهذه الخيول. طبعا المشاكل التي تعاني منها او يعاني منها المربون طبعا هي مشاكل كثيرة، منها ضياع انساب الخيل، ومنها عدم يعني توفر العناية الطبية او الأدوية المناسبة لهذا الامر. طبعا هذا الشيء يؤثر على الخيل، وهناك ايضا يعني اسعار الخيول، يعني خيول، يعني هناك خيول متفاوتة بالاسعار، يعني تجد فرس اصيل او حصان، يعني تجد الفرس سعرها 5000 هي بالاصل 20000. منذ بداية الحرب في سوريا مطلع عام 2011 مات أكثر من 100 من هذه الخيول، فمنها من مات بقصف قوات الأسد وروسيا، ومنها من مات بفعل التهجير وقلة الرعاية المقدمة. وأثرت الحرب في سوريا على أسعار هذه الخيول فتراجعت لأكثر من 50%. أثرت الحرب في سوريا على الخيل كما أثرت على سكان الشمال السوري، فلم تسجل أي ولادة في منظمة الواو العالمية المعنية بحفظ أنساب الخيل، مما ساهم بغياب سوق التصريف عنها وأدى لرخص أسعارها. سعيد السعيد، حلب اليوم، من ريف إدلب الشمالي. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.